أعرب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب عن استنكاره لقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإدراج عضو مجلس شورى الإصلاح الشيخ خالد بن علي العرادة في قائمة المشمولين بالعقوبات بمزاعم علاقته بجماعة إرهابية. نتابع. أعلن إصلاح مأرب رفضه قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإدراج خالد العرادة عضو مجلس شورى الإصلاح في قائمة المشمولين بالعقوبات بمزاعم علاقته بجماعات إرهابية. وقال بيان الإصلاح إن الإدارة الأمريكية اعتمدت على معلومات مغلوطة من جهات تستهدف الشخصيات الوطنية المعروفة في أوساط المجتمع اليمني بفكرها الوسطي والمعتدل. وأضاف إصلاح مأرب في بيانه إنه من المؤسف أن يتم استهداف شخصية وطنية بحجم خالد العرادة الذي اتخذ من العمل السياسي السلمي سبيلا للوصول إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية مؤمنا بالعيش المشترك. وقال بيان إصلاح مأرب إن تلك الخطوة تضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك. وأكد في بيانه الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الإرهاب مذكرا أن قرار الخزانة الأمريكية يستفز ملايين اليمنيين الذين يتابعون باستغراب كبير تلك القرارات الظالمة التي ترى في مواجهة الانقلابيين واستعادة الدولة إرهابا فيما يصبح الإرهاب الحقيقي مصدرا للمعلومة المضللة والكاذبة. وفي ذات السياق جدد الحزب في بيانه الأخير مواقفه الرافضة للإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره معلنا التزامه بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية لمحاربة الإرهاب. وعبر إصلاح مأرب عن استيائه ورفضه القاطع طرد وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشخصية الاجتماعية خالد بن علي العرادة معتبرا الإجراء في نطاق الكيد السياسي لشخصية وطنية رفضت الانقلاب وواجهت ميليشياته وعصابات الإجرام بكل ثبات واقتدار. وفي ختام بيانه طلب إصلاح مأرب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة الخلايا التي تعمل جاهدة على تقديم المعلومات الكاذبة للحكومة الأمريكية والمؤسسات الدولية وذلك لمعاقبة الشخصيات الوطنية بذريعة الإرهاب. كما طالب البيان الحكومة اليمنية مخاطبة الحكومة الأمريكية بمراجعة هذه السياسة التي تضر بالعلاقة بين البلدين.